لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت لتمويل برامجها الطارئة، الأونروا تطالب العالم بتوفير 800 مليون دولار. في صحيفة المدى، أكثر من نصف حلفاء العبادي يغادرون تحالفه. في موقع كتابات، تيار الحكيم ينفصل عن ائتلاف العبادي ليخوضا الانتخابات بقائمتين. في موقع الجزيرة نت، ترامب: الحرب على تنظيم الدولة لم تنتهي. في صحيفة العربي الجديد، ترامب بخطاب حالة الاتحاد: موسكو وبكين تهددان قيمنا ولن نغلق غوانتانامو. في صحيفة القدس العربي، تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على واشنطن لحماية سيادتها. وفي صحيفة الحياة، مقتل 15 شخصا بقصف جوي على سوق في إدلب. لكل دولة دستور يشرع لها القوانين والأنظمة التي تسير بموجبها أمور إدارتها وفق نظامها الداخلي المتفق عليه، وكذلك يعمل على تنظيم شؤون العباد بما يتماشى مع معطيات السماء والحياة الكريمة. بموجب هذا الدستور يتم تشكيل حكومات وقيادات سياسية تكون بمثابة الخادم المطيع لسيده الذي جاء به عبر صناديق الاقتراع، ويكون هذا ملزما وفقا لما نص عليه الدستور بتطبيق كافة الأنظمة والقوانين وبشكل عادل ومنصف بين العباد، فلا فرق فيه بين أسود وأبيض ولا غني ولا فقير. ولكن ما يحصل في العراق مختلف بحسب الكاتب محمد سعيد العراقي في موقع كتابات. يقع على عاتق هذه المرجعية إصلاح الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب جراء الفساد والسرقات والمشاريع الوهمية وغسيل الأموال التي تمارسها الأحزاب السياسية المهيمنة على دفة الحكم، والذين فقدوا الحياة وأخذوا يستخفون بعقول العراقيين من خلال ما يصرحون به ومن على منبر الإعلام المأجور والتابع لهم أنهم بصدد محاربة الفساد وهم جادون باجتثاثه ومن أصوله. وهنا نسأل مرجعية السيستاني كونها هي من جاءت بهؤلاء السياسيين ودعمتهم بكل ما تملك من فتاوى ودعم لوجستي مباشر. إذا كان السياسيون كلهم يريدون محاربة الفساد والقضاء عليه، فمن يا ترى جاء بالفساد؟ هل هو الشعب أم هم؟ وإذا كان الشعب هو الفاسد، ومن يجب القضاء عليه؟ والسياسيين صالحين وملائكة رحمة، فهل الشعب هو من يتحكم بالبلاد أم السياسيون؟ عجبا والله لما تصرح به تلك القيادات السياسية الفاسدة ومرجعيتها الروحية الإيرانية من عزمها على الاقتصاص من الفساد، وفي الحقيقة هم أصل ومنبع الفساد والإفساد في البلاد والعباد. ميزانية 1000 مليار دولار، من بددها؟ من أهدرها؟ من هربها إلى خارج البلاد؟ هل هو الشعب أم أنتم يا سياسيي الصدفة؟ في هذه الحكومات المتعددة التي توالت على حكم العراق أكثر من 14 سنة وما زالت تريد البقاء جاثمة على صدره، فكفاكم ضحكا على الذقون والتغرير بالعراقيين. فمتى يصلح الحال ويعيد ترتيب الأوضاع؟ من ينادي المجرب لا يجرب. لو كنا في بلد آخر يتمتع بدولة تحترم نفسها أولاً ثم تحترم مواطنيها وتراعي مصالحهم
لكننا منذ يوم أمس قد مادت بنا الأرض تحت وطأة زلزال سياسي يتجاوز في قوته أعلى درجة سجلها مقياس ريختر للزلازل. حتى الآن الكاتب عدنان حسين يتحدث عن السجال في البرلمان حول حملة الشهادات ومزوريها والحاصلين عليها بطريقة غير قانونية من البرلمانيين، وذلك في مقال بصحيفة المدى. ما كشف عنه أعضاء في مجلس النواب على هامش قضية منع حملة الشهادات دون البكالوريوس من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية القادمة هو فضيحة كبيرة بكل المقاييس. فثمت العديد من أعضاء الهيئة التشريعية العليا في البلاد منتجة القوانين والرقيبة على كل شيء ينتهكون القانون جهارا ونهارا، وثمت العديد غيرهم يتواطؤون معهم ويدلسون في عملية لتبادل المصالح والمنافع الشخصية والحزبية المتجاوزة على المصالح العامة التي عهد إليهم بمهمة رعايتها. أعضاء مجلس النواب من حملة الشهادات دون البكالوريوس اعترضوا على تعديل قانون الانتخابات لأنه يحرمهم من الترشح مجددا، وذهبوا إلى المحكمة الاتحادية للطعن في التعديل. المحكمة ردت طعنهم فعادوا إلى المجلس ليطلبوا تعديل القانون المعدل للتو بإلغاء ما يمنع ترشحهم. لتمرير ما يريدون هدد البعض منهم بأن المجلس إن لم يحقق لهم ما يريدون سيجدون أنفسهم مضطرين للكشف عن عملية غش وتدليس مارسها زملاؤهم. الفضيحة الكبيرة أن مشرعي قانون ينتهكون القانون بالجمع بين عضوية البرلمان والدراسة. الفضيحة الأكبر أن مشرعين آخرين على بينة من أن هذا الانتهاك ولم يفعلوا شيئا إلا عندما أصبحوا في وضع تهددت فيه مصالحهم الشخصية، فلجأوا إلى الأخذ بقاعدة علي وعلى أعدائي. أما الفضيحة الأعظم فهي غير المكشوف عنها حتى الآن، أو بالأحرى غير المتداول بها علنا، وهي تكمن في واقع أن هذه الدولة ثمت الكثير من الانتهاكات للقوانين والأنظمة مسكوت عنها ومتستر عليها على النحو الذي تفضحه قضية الشهادات في مجلس النواب. لم يستطع سوق مريدي العراقي الشهير هذه المرة مساعدة النواب العراقيين الذين منعوا من المشاركة بالانتخابات، إذ يبدو أنه قد أخفق في تزويدهم بالشهادات الجامعية المطلوبة على غرار الانتخابات الماضية. فقوائم الممنوعين من المشاركة في الانتخابات بسبب تحصيلهم الدراسي قد نشرت رسمياً، ولم يعد بالإمكان تدارك المشكلة بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. ويروي للعربي الجديد صاحب أحد مكاتب التزوير في سوق مريدي ببغداد عن الطلبات الكثيرة التي تلقاها خلال هذه الأيام من نواب للحصول على شهادات جامعية، مبينا أن أغلب النواب دفعوا أموالا طائلة للحصول على الشهادات بغية الحصول على شهادات رسمية. وأكد صاحب المكتب أنه لا توجد أي مشكلة في الحصول على الشهادات لأنها أمر متاح وليس جديدا، لكن المشكلة تكمن في أن النواب القدامى المعروف عنهم أنهم غير حاصلين على البكالوريوس معروفون للجميع ولا يمكن أن يحصلوا اليوم على شهادات، خصوصا أن الدراسة الجامعية تتطلب 4 سنوات لإكمالها. وبين أن أولئك النواب فشلوا بالحصول على الشهادات لضيق الوقت، الأمر الذي أشعرهم بالإحباط الكبير، مشيرا إلى أن المتقدمين الجدد غير المعروفين سيحصلون على شهادات بكالوريوس ليتخطوا شرط التحصيل الدراسي. وتضيف الصحيفة أن مفوضية الانتخابات من الصعب عليها كشف الشهادات المزورة بالنسبة إلى المرشحين للانتخابات. وقال مسؤول في المفوضية إن مكاتب التزوير في البلاد أصبحت محترفة للغاية في إصدار الشهادات والوثائق المزورة، مبينا أن الوقت المتبقي على فترة الانتخابات غير كاف لكشف الشهادات المزورة بحسب التقرير.
حيدر العبادي يحظى بالمكافأة على تنفيذه الصفحة الثانية من المشروع الإيراني في استمرار حكم العراق كوسيط انتقالي لمرحلة الصراع بين أمريكا وإيران الذي يقترب من تداعيات الشتيمة لعقولنا التي تبدو في مرحلة مقاومة الاحتضار بسبب ما يرى الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. أرقام انتخابية هكذا تتعامل مجموعة التحالفات والمرشحين مع تراجيديا النازحين، وما بين رافض لموعد الانتخابات وموافق عليه ثمة مصائر بشرية تتحرك في القوائم لضمان أصواتها في صناديق الموت التي لا تنجب سوى ولادات مشوهة لأحزاب طائفية وميليشياوية تابعة للمشروع الإيراني الذي تحول إلى عراب للاحتلال الأمريكي، ولا تنفع معه كل أدوات ومنتجات التجميل في مفوضية الانتخابات أو التوافقات على القانون الانتخابي أو كل مفردات الدبلوماسية لبناء وطن للجميع يتجاوز الاعترافات الجماعية لقادة عملية الاحتلال السياسية بفشلهم في ماضيهم بإدارة العراق في أدق فترة تحولات تاريخية تم استثمارها في السرقات والانتقام الممنهج من الشعب العراقي وفرض الفصل الطائفي العنصري بين أبناء المجتمع الواحد المعروف بتعايشه على مر القرون، بل إن العراق كان من بين الدول الأكثر تسامحاً بما يخص الأديان والقوميات، وكان ملاذاً لهجرات نوعية من محيطه ما زالت أعداد منها تمثل بعضاً من هوية بلاد الرافدين. العبادي يقول إن أكبر فساد هو صرف الأموال على الحروب، وكأنه ينطق بالحق مع المتظاهرين في انتفاضة الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية الفاشية لملال إيران، بل وضد حزبه حزب الدعوة بقيادة نور المالكي الذي تبرأ الطرفان من اسمه الصريح لأهداف دكتاتورية أكبر من نزعتهما الحزبية الطائفية. اختتم العبادي حديثه بالبراءة أيضا من الاستماع لأي أغنية حتى ولو كانت لأم كلثوم، واستثنى أغنية واحدة دينية استمع إليها بالصدفة رغم أنه كان طوال اللقاء يروج للدولة العابرة للمحاصصة الطائفية وبناء الدولة المدنية الحديثة. ويضيف الكاتب: أترك ذلك لشعب تغنت به أم كلثوم يوم كانت بغداد قلعة للعروبة. لم يأتي رد محمود عباس على الضربة القاتلة التي وجهت إلى العملية السياسية وحل الدولتين بالانتقال إلى استراتيجية وتكتيك مناسبين يزيلان الوهم الذي غذته استراتيجية التسوية والمفاوضات وحل الدولتين، ويسمحان بوحدة وطنية شاملة تتبنى استراتيجية الانتفاضة الشعبية التي تصل إلى العصيان المدني السلمي طويل النفس حتى فرض دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من القدس والضفة الغربية بلا قيد أو شرط، بحسب مقال الكاتب منير شفيق في موقع عربي 21. اندلاع انتفاضة ولو بشكل متقطع ولكن دائم لا يتوقف، مثلاً الحالة القائمة حتى الآن منذ قرار ترامب حول القدس مع وقف التنسيق الأمني طبعاً يجعل جيشه في حالة إرهاق. انتفاضة شعبية فلسطينية شجاعة ومصممة ومضحية، هدفها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة والقدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، سوف تدعم بتظاهرات ونشاطات شعبية عربية وإسلامية تعد بعشرات الملايين من طنجة إلى جاكرتا كما حدث خلال الأسابيع التي تلت قرار ترامب حول القدس، الأمر الذي سيربك السياسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية ويجعل مشكلة الانتفاضة ضد الاحتلال تتصدر الحياة اليومية، وهو ما سيدفع دولا كثيرة بما فيها أمريكا نفسها إلى الخروج من هذا المأزق الذي يجب ألا يسمح الفلسطينيون ومناصروهم بالخروج منه إلا بالانسحاب وتفكيك المستوطنات وبلا قيد أو شرط، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.
فالاحتلال يجب أن يرحل بلا مفاوضة وبلا مكسب وبلا شروط. أما ما بعد ذلك فخطوط هدنة 1948-1949، أي خطوط ما قبل 4 حزيران 1967. ويضيف الكاتب: لقد جاء رد محمود عباس مقتصرا على رفض الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية التسوية والبحث عن رعاية دولية أخرى لتلك العملية تحت هدف حل الدولتين التصفوي بالضرورة، ولم يلتفت إلى الدور الشعبي الفلسطيني، سواء أكان بالرد على قرار ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، أم كان بالانتفاضة الموجهة للاحتلال والاستيطان، وهما التحدي الأكبر والأخطر في هذه المرحلة. والأنكى أنه فتح معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أي فتح معركة ضد نفسه. تطرح الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى في نهاية آذار مارس المقبل أكثر من علامة استفهام حول الأحزاب السياسية التي من المفترض أن تكون الأرضية السياسية الشعبية التي يستند عليها المرشحون، فالواقع يشير إلى أن هذه الأحزاب لم يعد لها ثقل على الرغم من الحراك المجتمعي الذي حدث على مدار السنوات السبع الماضية. الكاتب عزمي عاشور يتحدث عن دور الأحزاب المصرية في الحراك السياسي في البلاد. والسؤال: هل الأحزاب السياسية كإحدى الوسائل التي تتم عبرها المنافسة وتداول السلطة إلى زوال؟ ليحل محلها هذا الإطار الذي خلقته ظروف الفضاء الإلكتروني والميديا الجديدة التي باتت بدورها تشكل إطاراً أكثر فعالية من الأحزاب نفسها، فبات المرشح للرئاسة أو غيرها أكثر قدرة على التواصل مع جمهوره الذي يمكن أن يتابعه كل لحظة وكل ثانية من طريق هذه التطبيقات. فالأمر لم يعد في حاجة إلى مؤتمرات على مستوى المدن والقرى بواسطة الأحزاب كالمعتاد، وإذا كانت الأحزاب كوسيلة للوصول للحكم قد بدأ يخفت بريقها، فإنه في المقابل الذي ينجح بهذا الطريق في الوصول إلى السلطة بعيداً منها هو في حاجة إلى مؤسسات قوية تحقق برامجه السياسية التي انتخب بناء عليها، وأي تخل عن هذه البرامج والوعود من الممكن أن يذهب بمن جاءت به سريعا. مثل هذه التغيرات التي حدثت في التفاعلات السياسية سواء في الديمقراطية الغربية أو في مجتمعاتنا العربية تشير إلى أن السلطوية والأحزاب المصطنعة لم يعد لهما سوق، وأن المجتمعات أصبحت قوية ومتفاعلة عبر طرق أخرى جديدة سواء في رفضها للواقع أو بدعمها إياه، وأن المؤسسات الوسيطة التي تنفذ السياسات مهما كان دورها وسواء بالسلب أو الإيجاب لا يمكنها أن تخدع هذا المواطن المعولم. في خطوة غريبة قدمت شركة هندسة معمارية نماذج تجريبية لبيوت من أنابيب الصرف الصحي في محاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي. وحددت الشركة طول الوحدة من هذا النوع من السكن 100 قدم مربع وبقطر 2.5 متر، ويمكن أن تكون مأوى لشخص أو اثنين وبسعر $15,000 أمريكي.
وزود المصممون البيت الخرساني الذي أطلق عليه اسم أوبود بمطبخ وحمام ومرحاض ومساحة معقولة للمعيشة، بالإضافة إلى مقابس للهواتف الذكية والإنترنت. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.